بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده جايين بفكرة جديدة، برضو هيبقى ديكور جميل للتلاجة. كلنا عندنا اللي هو بكر ستانلي، بنشتغل في الاشغال اليدويه، بيبقى عندنا البكر الستان دي بتخلص وبنرميها، ما بنستعملهاش في حاجه. جات لي فكره ليها ان احنا نعملها فكره حلوه للثلاجه. طبعا هي بتبقى احجام، في منها السميك اللي زي ده، دي واحده، او اللي هي الضعيفه الخفيفه اللي زي دي. انت حابه تعملي اتنين مع بعض براحتك، واحده لوحديها برده كويس. والمغناطيس اللي هو الصغير ده، زي اللي بيجي لنا فيه الاشكال اللي احنا كنا بنجيبهم من الثلاجه، نلزقهم على الثلاجه. ممكن لو باظوا عندك، انا دول باظوا، خدت المغناطيس اللي فيهم. ما عندكيش من عند اي موان او حداد، بيبقى عنده المغناطيس الصغير ده، في اصغر كمان حجم من ده شويه، الحجم اللي يناسبك انت بتشتريه. كل اللي انت هتعمليه، هتجيبي بقى اي ورق فوم او اللي هو الستيكر بتاع المطبخ ده اللي احنا بنستعمله. انا غلفت اتنين عشان ما اطولش عليكم وقت الفيديو، هوريكي برده بطريقه سهله كده. انت هتحطيها بالمنظر ده وتاخدي المقاس بتاعها، متحطيش عليها هو بيلزق على طول. هتقصي حوالين منها كده زي ما قلتلك. عندك ورق فوم غلفي، عندك اللي هو ستيكر المطبخ ده مفيش مشكله، لو عايزه تعمليه برده ببواقي القماش فكرته حلوه برده. هناخد الجزء ده كده وهتقصي جزء تاني اللي هو ده الناحيه التانيه دي. دي برضو كانت بواقي عندي بعد ما انا استعملته في كذا حاجة. في جزء هنا ايه، هنحطها بالمنظر ده وهنقص الزيادة. حتى لما جزء بيجي على التاني بيلزق عادي، مفيش مشكلة كده. انا مش محتاجة الجزء ده. تلزقي والزيادة هنقصها. الزيادة دي احنا مش عايزينها. بعد ما هتغلفيهم بالمنظر ده ايا كان اللي انت هتغلفي بيه، هتجيبي بقى اي صور عندك بقى لاولادك، صور من شخصيات كرتونيه زي اللي مثلا حاجات دي اللي ولادك بيحبوها، اي صور انت حباها اشتغلي بيها مفيش مشكله. هنحط مثلا كده اهو، انا هبتدي من اهو. اختاري اي منظر انت عايزاه، حطي كميه شمع كده. الصوره دي زياده هنقصها. انا دريت هنا بالسترس الحروف دي، هعمل واحده معاكم برضو زياده هنقصها. صور من المجال اللي عجبتك ممكن تشتغلي بيها مفيش مشكلة. ظبطي بقى المقاس اللي انت عايزاه، تبقى اقل من الدايرة اللي انت عاملاها. بعد كده هتجيبي اللي هو المغناطيس اللي معاكي، تحطي في الظهر كده جزء من الشمع، هيبقى على العكس يعني الوش بتاعه كده هيبقى على التلاجة، هتبقى معاكي بالمنظر ده. زي ما قلت لك اي شخصيه بقى عندك اعمليها. هعمل معاكي واحده تانية، هنقص البرواز ده. انت بتظبطي بقى الصور بتاعتك على الحجم اللي انت عايزاه. تعمليها ولقيتيها كبيره ظبطيها برده مفيش مشكله. طبعا لو عندك صور اولادك بيبقى حجمهم اصغر من ده، انت ممكن ايه تحطيهم برده يبقى منظرهم حلو. لو في جزء مثبتش معاكي بالشمع، نقطة شمع صغيرة كده بتثبت معاكي. برده الإطار بأي حاجة عندك، أي استرس أو بواقي حاجات عندك للتزيين، زيني زي ما انتي حابة. هزين معاكي دي برضو عشان اللي مش هيعرف يعملها. تجيبي اي حاجة عندك وعلى الطرف هنا اهو بالراحة كده ايه، وهتلزقي وانتي ماشية. حتى لو الورقة في جزء منها باين او حاجة انتي بتداريها بالحاجات دي، خلي بالك من مسدس الشمع.
فكرة حلوة، هتديكي منظر جميل للتلاجة، تعلقيهم عليهم بقى يبقى شكلها حلو، تغيير عن الأشكال اللي احنا بنشتريها جاهزة دي. يعني هنا دي حابين نعملها بالشخصيات الكرتونية دي برضو عشان نشوف الشخصيات اللي ولادك بيحبوها، ممكن ايه تحطيها لهم. حطي كمية شمع كده، تلزقيها، نلزق التانية كده جنبيها برضو. برضو هنيجي من الظهر هنا نقطة شمع وتحطيها في النص. يا رب تكون أفكار النهاردة عجبتكم، تكون الفكرة سهلة ليكم. زي ما قلت لك زيني بأي حاجة أنت حباها، أي حاجة أنت عندك متوفرة ليكي زيني بيها. ممكن تحطي بقى استرسات فصوص صغيرة هنا اللي أنت حباها. ايه رايكم حبايبي، احنا زينا بسترس بسيطه اهو، وحطينا الاشكال زي ما احنا شايفين اهي، تقدري تشيليها وتحطيها زي ما انت حابه، بصور بقى عيلتك، بصور اولادك، بصور شخصيات كرتونيه هم حابينا. يا رب الفكره تكون عجبتكم ان شاء الله، واتمنى اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.